للحديث أكثر ينضم إلينا هنا في الاستوديو أستاذ العلوم السياسية الدكتور خالد شنيكات. دكتور خالد شنيكات حياك الله في قناة المملكة. نتحدث ما بعد عام على هذه الواقعة، انفجار مرفأ بيروت، وللأسف يعني أزمات متتالية ومتوالية على الشعب اللبناني. شارك جلالة الملك السنة الماضية في مؤتمر دولي أيضا لدعم لبنان، أيضا قبل فترة تناهز الأسبوعين تحدث جلالة الملك في خلال لقائه مع الرئيس الأمريكي بايدن، تحدث أيضا محذرا من تدهور الوضع اللبناني، وها هو الآن جلالة الملك يشارك برفقة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون وأيضا أنطونيو كوتيريش لدعم أيضا الشعب في لبنان. الآن نتحدث دكتور خالد عن ربما الدور الأردني المحوري والدبلوماسي في المنطقة حاليا. شكرا لك في البداية وتحياتي للمشاهدين الكرام. بالنسبة للدور الأردني في المنطقة، كما هو معلوم لبنان رغم بلد أنه صغير لكن مهم في استقرار المنطقة. لبنان في حال إذا انفجر الوضع، وهو فعليا في حالة انهيار لبنان لأنه غياب الحكومة لفترة طويلة، والدولة أكبر أفضل وصف لها دولة فاشلة، وبالتالي احتمال نقل الفشل وحالة عدم استقرار لدول المجاورة وفقا لنظرية الدومينو في هذا الموضوع. ولهذا أفضل طريقة لمواجهة مثل الوضع اللبناني هو تكريس الجهود على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي بمشاركة المجتمع الدولي بالمنظمات الدولية، الأمم المتحدة والدول الكبرى فرنسا والولايات المتحدة، لمحاولة حلحلة الوضع في لبنان. رغم أنني قناعتي التامة بأن الوضع اللبناني هي مشكلته مشكلة داخلية بالدرجة الأولى، صحيح لها أبعاد خارجية متمثلة بتدخل قوى إقليمية بشكل سلبي على الوضع اللبناني، لكن المشكلة هو بطبيعة النظام السياسي الطائفي الذي خلق حالة من الشلل لكل أجهزة الدولة. عندما نتحدث عن رئيس الحكومة الآن ميقاتي، قال بأنه أنا أتيت سأشكل حكومة لربما لا تكون كسابقاتها. هناك يعني ألمح بالبساط الأحمدي كما نقول بالعامية دكتور شنيكات بأنه هناك دعم خارجي لنجاح هذه الحكومة. طيب نتحدث عن هذا المؤتمر، نتحدث أيضا عن الدور الأردني والعربي في الدعم باتجاه الشعب اللبناني ونهضته ونصرته. نتحدث عن انفجار مرفأ بيروت، كان يعني من أول من كان على الأرض الواقع هي المستشفيات الميدانية الأردنية. أيضا الأردن كان من الأزمات المتتالية في لبنان، شكل جسرا جويا للبنان، كان الوحيد العربي الذي شكل جسرا جويا للبنان. نتحدث عن أهمية هذا الدور الأردني أيضا المتمثل بالدور العربي وكيف يمكن البناء عليه فيما بعد. الحقيقة في دور أردني تاريخي سابقا مع لبنان، والأردن يتمتع بعلاقة خاصة مع لبنان، فإبان الأزمة اللبنانية والحرب الأهلية عام 1976 كان الأردن قد استقبل لاجئين لبنانيين وقدم دعم الجهد المجتمع الدولي للسيطرة على الوضع المتفجر في لبنان ودعم المسار السياسي. هذا الأمر أيضا لا يخرج الآن، لأن لبنان هو مشكلة لبنان رغم أنه صغر لكنه السياسة فيه معقدة بدرجة كبيرة، والطوائف داخلة في حالة استعصاء سياسي، وبالتالي الآن كل الجهد المطلوب والذي بذل يبدو أنه غير كافي بدون أن اللبنانيين أيضا ما يقوموا بالجهد المطلوب عليهم، لأنه ببساطة في تدخلات دولية وتدخلات إقليمية تتعلق بالوضع الداخلي، لأنه كل الناس يشد باتجاهات مختلفة، فحزب الله يشد باتجاه معين، وأيضا القوى المذهبية أو بقية الطوائف الأخرى تشد بطريقة متنافرة. فنحن لا نتحدث عن حالة تلاقي بقدر ما نتحدث عن حالة انفلات وحالة من الشلل الذي نرى. ومع ذلك ما نود أن أقوله، يمكن هذا المؤتمر قد يشكل فرصة تاريخية أيضا للبنانيين إذا ما أدركوا ذلك. لكن حتى لو قررت هذه المساعدات والمبلغ المقرر يقدر ب 350 مليون، السؤال البسيط لمن ستعطى هذه المساعدات؟ يجب أن يكون هناك حكومة لبنانية في لبنان، وأن تدير لبنان، وأن تتولى تلقي المساعدات، وأن تصرفها على قطاع الصحة، قطاع الاقتصاد المنهار، وأيضا على القطاعات التعليم وحتى قطاعات الأمن. يعني مثلا رغم الانفجار مرور سنة لكنه لم يحدث تغير أو تطور جوهري في مسألة التحقيق، وبقيت المسألة حالة من الضبابية وحالة من عدم اتخاذ أي قرار، والسبب واضح أن هناك
حالة من حالات الاستقطاب الحاد التي مرت فيها لبنان، رغم أن لبنان كما وصفته بأنه أصغر الدول العربية بعد البحرين، لكنه يعاني بدرجة غير معقولة من حالات اللي بنسميه حالة من الفشل، فيلد ستيت، دولة فاشلة بكل المعايير، وهذا يرجع تصريح المسؤولين أيضا أنه على شفا كارثة حتى وصل الكارثة الوضع في لبنان. نعم، نحن نتحدث حتى بالمهام الأساسية التي تقوم فيها البلديات، إزالة أكياس النفايات أو غير ذلك، هذا غير هذه واجبات أساسية لا تقوم فيها حتى المجالس المحلية. نتحدث عن أيضا التعليم، نتحدث عن الصحة، نتحدث عن مسألة متفاقمة جدا، بالإضافة إلى أنه لا يوجد مركزية في الدولة، بمعنى آخر هناك أيضا قوى وميليشيا مسلحة داخل لبنان، ووضع أيضا من الناحية الأخرى حالة من غياب التفاهم، أيضا حتى لو تشكلت يعني حتى الحكومة اللبنانية لو تشكلت أو دخلنا في إطار التشكيل، نحن نتحدث عن محاصصة. النظام الطائفي يدمر فكرة المواطنة، يعني بمعنى آخر يعطي طائفة أكثر من الطائفة الأخرى، مثلا طائفة يعطيها رئاسة. يعني كما تحدثت دكتور خالد شنكات، لربما الوضع أكثر تعقيدا من أن يتم الحديث عنه الآن، وحلحلته لربما هي صعبة جدا لأنه عبارة عن متاهة معقدة وخيوط معقدة. سؤال الآن، من الملاحظ دكتور خالد شنكات بأنه الدور الأردني الدبلوماسي المحوري في المنطقة، خصوصا لبنان الذي كان ينأى ويعزل نفسه عربيا وحتى دوليا وعالميا، الآن نتحدث عن الدور الأردني المحوري والدبلوماسي، مساعدات الأردن لربما الأشقاء في لبنان، إلى غزة، إلى فلسطين، إلى سوريا، عراق، لطالما كان يهرع، حتى جلالة الملك عندما ذهب وقابل الرئيس بايدن، كان هو أول زعيم عربي يقابل الرئيس بايدن، وكان ذهب ومثقل على كاهله هذه الهموم العربية، تحدث كل على حدى الوضع والملفات فردها على الطاولة. نتحدث بخصوص الوضع في لبنان وهذه المشاركات المتتالية للجانب الأردني والدور المحوري دكتور وليد الدبلوماسي، كما قلنا كيف يمكن البناء عليه مستقبلا خصوصا لبنان، فلسطين، سوريا وحتى العراق. أنا أعتقد أن الأردن يتمتع بعلاقة خاصة مع بعض الطوائف اللبنانية وبعض قيادات الطوائف، حتى سعد الحريري أو غيره، فهناك علاقات مع بعض الطوائف اللبنانية وهذا قد يمكنه من دور. لكن الدور المناط بالأردن، الدور الإقليمي، هو أنه الأردن بفضل حالة الاستقرار السياسي اللي يتمتع فيها وحالة الأمان أو الأمن الاجتماعي الذي يعيشه الأردن، يختلف عن دول العربية مقارنة بدول عربية أخرى كالحالة اللبنانية، نذهب إلى الحالة السورية بجانبها الوضع في العراق، في حالة من حالة السيولة الداخلية، في حالة من كذا. لكن الأردن بحكم التماسك وحكم خلينا نقول الاستقرار الداخلي، هذا يؤهل أيضا ويدفع القيادة لممارسة الدور، ويبدو الولايات المتحدة تدرك هذا الأمر، خاصة أنه كل دول المنطقة تعاني من حالة من عدم الاستقرار، وبالتالي في ظل دعم دولي لهذا الدور، سواء يكون دور الأردني في لبنان أو الوضع حتى في سوريا، كما هو طرح جلالة الملك موضوع الجنوب السوري، وطرح أيضا موضوع سوريا ككل، وقال ببساطة بأنه الحل هو يمر يكون حل سياسي وليس حل عسكري منذ بداية الأزمة، وكانت الرؤية بل أكثر تفصيلا طرح مسألة مشاركة مفاوضات أردنية روسية وأمريكية وربما أوروبية للدول التي لها علاقة بالشأن السوري. نفس الشيء في لبنان، نفس الشيء في لبنان الآن يشارك في مؤتمر دولي بهذا الموضوع، وقد شارك قبل ذلك بمؤتمر، ويركز على العلاقات الثنائية كما تحدثت عبر جسر جوي مع لبنان، ولا يختلف الأمر كما هو في دعم الأشقاء الفلسطينيين في مسار السلام وتقديم الدعم اللازم واللوجستي وكل ما هو ممكن للسير بأمال الشعب الفلسطيني للأمام. وإذا لاحظت حتى بالقمة كانت موضوع حل الدولتين جزء من حديث جلالة الملك، وأنه الحل إذا كان رادت هذه المنطقة أن تنعم بالاستقرار، عليها أن تفكر بحل عادل للقضية الفلسطينية وعلى أساس قرارات الشرعية الدولية. ولا يختلف الأمر، نحن الآن نتحدث عن بعد أكثر، إذا أردت أن تتحدث ربما موضوع لبنان هو موضوع مهم، لكن نتحدث عن مشروع الشام الجديد، وهو القمة الثلاثية التي تمت بين مصر والأردن والعراق، وإذا ما قدر لها النجاح في طول المشاريع التي المقترحة، فإنها قد تشكل دورا مهما
وأساسيا في الأردن. عدا عن ذلك أن الأردن على الدوام تمتع بعلاقات استقرار، شهدت استقرار واستمرارية أيضا مع دول الخليج في هذه المنطقة، وبالتالي تفهم القوى الكبرى الفرنسيين والبريطانيين والأمريكيين أهمية الدور الأردني في ظل أيضا قيادة معتدلة. المتوازن والقيادة المعتدلة الذي تحدثت عنها أستاذ العلوم السياسية الذي كان معنا هنا في الاستوديو الدكتور خالد شنكات، شكرا جزيلا لك. العفو سيدتي، أهلا.